الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ويانا أصدقائنا في حلقة جديدة وساعة جديدة في وياكم في برنامج ساعة مرح. ساعة إن شاء الله راح تكون مليئة بالمتعة والفائدة والمرح وكل الفرح معاكم في ساعة مرح. ننتظركم وننتظر كل مشاركاتكم، ومثل ما عودناكم احنا معاكم كل جمعة وسبت من الساعة 4 لين الساعة 5 تتصلون على الرقم 4433. حصة؟ سهام. حصة حصة حصة، ليش تليفونك؟ لحظة، شوف شوف شوف، أنا بسكر أنا بسكر. أقلقته؟ أي سكر. سهام سهام سهام. لحظة لحظة، أمسك التليفون خليه عندك. ليش تليفونك أصلاً مو بصامت، وليش عندك التليفون هالوقت يا حصة؟ لقد نسيت أن أضعه في 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 الصامت يا عبد الله، ولكني يعني لا أعرف لماذا تتصل بي سهام. خلص أضعه هنا. ما تعرفين ليش تتصل عليك سهام، ولا أنت يعني ما تبين تقولين ليش تتصل عليك؟ يعني سهام تعرف أن الساعة 4 إلى الساعة 5 عندنا ساعة مرح، صح ولا لا؟ أعطيني خليني أرد عليها، خليني أرد عليها، خليني أرد عليها. لا 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 لا، برد عليها برد عليها. ألو لا لا، ألو سهام، أهلا سهام. حصة أخذت منك اللعبة وما رجعتها لك؟ انزين، انت قاعد تصيح عليها لان تبين اللعبة. دعني اشرح لك يا عبد الله. لا لا يا سهام، دعني اشرح لك يا عبد الله. سهام خلاص انا بشوف. سهام هذا شيء بيني وبينك، ارجوكي ارجوكي يا سهام. لحظة عبد الله، عبد الله اغلق الهاتف، اغلق، ساتصل بك لاحقا يا سهام. خلاص سهام، خلاص لحظة، اهدي زين، اهدي اهدي. خلاص سهام، انا بعد الحلقة بكلمك، الحين بشوف السالفة. يلا مع السلامة. اها الحين عرفت شو السالفة. ما تبين تردين على سهام لان انت ماخذه من عندها لعبه يا حصه، ها؟ صحيح يا عبد الله. زين، وين اللعبه يا حصه؟ اللعبه؟ يعني انت دام ان انت اخذتي من شخص شيء، يعني حتى هي قالت لي ان هاللعبه وايد عزيزه عليها. اعرف 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 يا عبد الله انها عزيزه عليا وقالت لي ذلك. زين، ليش ما رجعتي هاللعبه؟ انت متفقه وياها ان يومين وبترجعين اللعبه، يعني عدت الحين 4 5 ايام وتتصل عليك ما تردين عليها، ليش ما رجعتي اللعبه؟ بصراحه يا عبد الله، ايه بصراحة، ايه ولا ولكن لا تغضب أرجوك. لا لا، ما راح أغضب أنا يا حصة، وأريد حل هذه المشكلة أيضا. إنزين، شنو شنو؟ يعني عندما أخذت اللعبة منها اتفقنا لمدة يومين فقط لا غير. أوكي حلو. ويجب أن أرجعها في المساء، في المساء، صحيح. حلو حلو. ولكن وأنا ألعب بهذه اللعبة، ايه ايه ايه، قمت بكسرها دون قصد، دون قصد يا عبد الله، دون قصد. كسرتي لعبة سهام اللي قالت لك هاي لعبة حل، يعني عزيزة علي وانا احبها وبعطيك اياها امانة ورجعيها لي. كثيرا هي تحضرنا الان. يعني يا حصة، لا يعني انت دائما اذا اخذتي هاي تعتبر شنو يا حصة؟ تعتبر امانة، صح؟ صحيح. واحنا نعرف ان الامانة اذا حد خذاها او حد خلى عندك الامانة لازم تحافظين عليها وترجعينها للشخص نفس ما كانت. لا زين، لا لا لحظة، حصة 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 يا الحين الحين ما ادري ايش اسوي الحين. هي غلطانة بس ما اقدر اقول لها ان انت غلطانة. حصة زين، اهدي شوية حصة، اهدي يا حصة. حصة زين، كل شوفيني شوفيني، اي امسحي امسحي، خلي امسحي دموعك، امسحي دموعك يا حصة. زين حصة، الحين انت كسرتي اللعبة، صح؟ زين، شنو المفروض تسوين يا حصة؟ كلام أقصد يا عبد الله، لا أعرف، وهي تتصل بي مراراً وتكراراً، مراراً وتكراراً، ولا أعرف ماذا أقول لها. زين، ليش ما جيتي وكلمتيني يا حصة؟ قلتي لي يا عبد الله سهام عطتني لعبة وأنا بالغلط كسرتها وما أقدر أرجعها لها، كنا نقدر يعني نحل الموضوع. الحين أنت قاعدة تتصل علي شي في نص الحلقة، ما يصير. صحيح يا عبد الله، إذا أخبرتك بماذا يعني بماذا فعلت سوف تغضب أنت أيضا. لا يا حصة، أوكي ممكن أن أنا أغضب شوي، بس يعني بنشوف لنا حل حق الموضوع هذا. حقا بعدين يعني أنت حل؟ أكيد في حل، لأن أنت أنت ماذا أفعل؟ أنت كسرتي اللعبة بدون قصد يا حصة، صح؟ صحيح، أكيد بدون قصد. بدون قصد. إنزين يا حصة، بس يعني إحنا راح، أنا عندي لك حل صراحة. أخبرني. بس انا ما راح اقول لك الحين، الان الان، لا لا ما راح اقول لك. ارجوك يا عبد الله، حصه الحين تعرفين شو بنسوي؟ قلبي يا عبد الله، قلبي متعب من هذه القصه، ريحني يا عبد
الله أرجوك. إيش رأيك يا حصة نخلي أصدقائنا يعطونا الحلول اللي عندهم وبعدين أنا أقول لك شنو الحل اللي عندي، إيش رأيك؟ حسناً فكرة رائعة، بس لازم نذكر ونقول أن الأمانة لازم ترجع لصاحبها يا حصة. إذا أخذتي شيء أو طلبتي شيء من شخص وقلتي له أنا راح أرجعها لك بعد مدة معينة لازم ترجع نفس ما كانت، صح؟ أعرف أعرف أعرف، أقسم أنا بدون قصدي عبد الله. زين يا حصة، خلنا نأخذ اتصالاتنا ونشوف بعد الاتصالات أصدقائنا شو راح يقولون. زين حسناً يا عبد الله، يلا قول ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا، منو معاي؟ عائشه. عائشه؟ نعم. كم عمرك يا عائشه؟ 8. العمر كله ان شاء الله. شنو حابه تصيرين يوم تكبرين يا عائشه؟ مدرسة رياضيات. حلو يا حصه. يا سلام، لماذا تريدين ان تصبحي مدرسه رياضيات؟ لاني احب الماده. قال وهل أنت شاطرة في الحسابات؟ نعم. هيا عبد الله نختبرها. يلا نسوي لك اختبار، عندي السؤال يا حصة، إيش رأيك؟ حسنا. ولا أنت تبين تسألينها؟ لا أنت. إنزين يلا عائشة، 350 زائد 100. 450. صح. يا سلام، أحسنت. شفتي يا عائشة؟ شفتي حصة ما قلت لها أنا 7000 و8000 و10000. صحيح. وضرب 20000 وما أدري كم، يعني نعطيها أشياء بسيطة عشان يعني تحب المادة أكثر. إنزين عائشة قولي لنا الحين، مثلا عندي لك سؤال، أنت عندك صديقة في المدرسة صح ولا لا؟ صح. شنو اسمها صديقتك اللي في المدرسة؟ حصة. فاطمة. فاطمة. انزين حلو، انت مثلا رحتي عند فاطمة وفاطمة عندها لعبة، قلتي حق فاطمة يا فاطمة انا باخذ هذه اللعبة منك يومين ابي العب فيها لانها عجبتني، وفاطمة قالت لك ترى هذه اللعبة يعني عزيزة علي وانا احبها وايد، شنو تسوين انت اذا اخذتي اللعبة؟ ارجعها. اي بس وانت يعني قاعدة الحين تلعبين تحافظين عليها تحاسبين ولا تقولين عادي بلعب واذا انكسرت خلاص عادي بعد يعني ما اقدر اسوي شيء؟ احافظ عليها. تحافظين عليها. انزين مثلا وانت تلعبين يعني نفس حصه بدون قصد انكسرت اللعبه، شنو تسوين؟ اكلمها واحاول اشتري لها جديد. كلمينها، مو يعني ما تسوين نفس حصه تتجاهلين الاتصالات وما تردين عليها؟ لا لازم ارد لها. حقا، والا تشعرين يعني بشعور بالخجل؟ ماذا ستقولين لها؟ يعني حصه لازم عادي صديقتي. صح صديقتك، بعدين حصه لازم تحسين بالخجل، انت كسرتي لعبتها يا حصه. لم اقصد يا عبد الله، اخترتك. زين عاشه عطتنا. ساشتري لها واحده جديده، ما رايك؟ حتى لو يا حصه اشتريتي واحده جديده بس انت كسرتي اللعبه اللي عندها، يمكن هذه اللعبه كانت جاتها هديه من شخص عزيز عليها، فيعني انت اذا اعطيتيها اللعبه يعني يمكن ما تكون بنفس المعزه اللي عندها، صح ولا لا؟ يا عبد الله ساشتري لها نفس اللعبه. انزين بنشوف، بس احنا قبلها خلينا نسمع شيء من عاشه. عاشه شنو حابه تسمعينا؟ قل هو الله احد. يلا تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. يعطيك العافية يا عاشة، والحين راح ناخذ لك عجلة الحظ ونشوف عجلة الحظ أي لعبة بتختار لك. يلا يا عجلة، العجلة عندي فخلنا نشوف مع بعض. أتوقع سين وجيم. الحين راح نعطيك سؤال وتعطينا إجابة على هالسؤال، جاهزة؟ جاهزة. يلا شنو كلمة السر؟ ساعة مرح. نشوف مع بعض السؤال، عندك يا حصة؟ هيا. ما المادة الدراسية التي تعتمد على الأرقام؟ تعتمد على الأرقام. رياضيات. مش العلوم؟ جاوبت يا عبد الله، جاوبت. مش العلوم؟ رياضيات. أكيد رياضيات. نعم.
نعم. يلا بما ان انت تحبين ماده الرياضيات وايد والاجابه رياضيات، اجابتها شنو يا حصه؟ اكيد اكيد صحيحه. اجابه صحيحه، شكرا لك يا عاشه على اتصالك. وحصه عاشه عطتنا حل من الحلول، صحيح، انه ما يصير ما نرد على الاتصال، لازم نرد على الاتصال ونقول حق صديقتنا مثلا او اصدقائنا الاسباب ان ليش ما ردينا والعذر شنو بيكون يا حصه. صحيح يا عبد الله. بنشوف بعد، عندنا اصدقاء وايد راح يتصلون علينا يا حصه، فجهزي نفسك حق الحلول عشان مع نهايه الحلقه تختارين الحل المناسب اللي تقولينه حق صديقتك سهام. ولكن خلينا نشوف معاكم الحين، تبي تشوفين رسمه اليوم يا حصه؟ اكيد يا عبد الله، هيا يلا نشوف معاكم رسمه اليوم ونرجع بعد. حياكم الله ويانا أصدقائنا، رجعنا لكم بعد ما شفنا هذه الرسمة الجميلة جدا جدا جدا، صح يا حصة؟ أكيد يا عبد الله. تعرف شيء؟ أريد أن أصنع منزلا لي من الفطر. فكرة رائعة، ليس كذلك؟ قصدك ترسمين منزل من الفطر؟ لا لا، أريد أن أبني منزلا من الفطر. شلون؟ رأيت ما أجمل منظره؟ أي هو جميل يعني صراحة في الرسم يعني كمنظر، بس شو راح تسوينه في الصوج؟ ما يصير يا حصة. لماذا لا يجوز؟ يعني الفطر اللي ينأكل ما نسوي فيه البيت يا حصة. لا، سأزرع فطرا كبيرا، ايه؟ وأعتني به جيدا، ثم أقوم بحفره من الداخل، ايه؟ وأضع لي سرير. حلو. وأزرع الورد والأشجار. يا سلام يا عبد الله، فكرة رائعة، ليس كذلك؟ يعني تتوقعين يا حصة، يعني خلنا نمشي معاك في الموضوع، تتوقعين خلال كم سنة يعني ممكن أن تبنين هالبيت؟ كم سنة؟ يعني الفطر كم يحتاج مدة عشان يكبر يصير بهالحجم الكبير؟ شهر؟ أربعة أيام؟ أسبوع؟ لا شهران؟ لا. شنو؟ ماذا؟ معلوماتك يا حصة صراحة يعني أتوقع أن جايبة هالمعلومات من موقع حصة، صح؟ وكالة أنباء حصة. طبعاً صحيح. يعني وكالة أنباء حصة صراحة يعني
من يوم ما بدأت الوكالة هذه والموضوع مشكوك فيه صراحة يعني. لا يا عبد الله، لا لقد انشغلت عن هذه الوكالة فقط لا غير. إيه بس تذكرين الأخبار اللي كنت تقولينها يا حصة، قتلتي 6 أسود وحققتي كأس العالم لكرة القدم وما أدري شنو، شو الأخبار؟ هذه أنا حصة يا عبد الله وهذه وكالتي، أنا حرة لماذا أنشر؟ يعني الأخبار صراحة يا حصة الناس يبون يسمعون الأخبار، يبون يعرفون الأخبار، يبون يعرفون الأشياء الصحيحة، ما يبون يعرفون يعني أشياء مو صحيحة. لا لا، لديهم الأهمية ليعرفوا أخبار حصة، ليس كذلك؟ وبعدين يا حصة في ناس بعد يبون ألعابهم إيه ترجع نفس ما كانت، صح ولا لا؟ إيه ما أنت ما مو بحولي، كأن أنت مو فاهمة شيء، صح يا حصة؟ حلو حلو حلو، خلنا ناخذ اتصال ونشوف صديقنا او صديقتنا شو راح يقولون. عندك يحصل اتصال، يلا. الو، السلام عليكم. السلام عليكم عبد الرحمن، كيف الحال؟ الحمد لله. هيا اخبرني كم عمرك؟ 10 سنوات. 10، ماذا تريد ان تصبح عندما تكبر؟ بابا. صديقنا هذا، صديقنا عبد الرحمن. يا حصل صديقنا، صح عبد الرحمن؟ صح. ما شاء الله عليك، يعني ما شاء الله عليه عبد الرحمن يا حصه، كل أسبوع يتصل علينا مرة. صحيح، أهلاً وسهلاً بك. هيا أخبرني، تريد أن تصبح ضابط أليس كذلك؟ نعم. حسناً يا عبد الرحمن، أخبرني، هل لديك أصدقاء؟ نعم. ما أسماؤهم؟ يوسف. يوسف، حسناً. إذا أخذت لعبة من يوسف وقمت بكسرها بدون قصد، ماذا؟ ما يلا حصة أعطيه مشكلتك. لا أعطيه مشكلتك. لا أنا سألته سؤال يا عبد الله. يلا خلنا نسمع حل عبد الرحمن. عبد الرحمن، حصة مثلا أو أنت مثلا خذيت من صديقك يوسف لعبة، شفت اللعبة عندك، قلت له أنا بأخذ هذه اللعبة اليومين 3 أيام بلعب فيها وبرجعها لك، بس قبل ما ترجع اللعبة كسرتها بدون قصد، شنو تسوي؟ يجب علي أن أحافظ عليها وأشتري واحدة زيها. تحافظ عليها. ولكن يعني أنا يا عبد الرحمن أريد أن أخبرك بقصتي. أخذت لعبة من سهام، وسهام تحبها جدا هذه اللعبة، ولكن وأنا حاملة هذه اللعبة هكذا وقمت بالمشي، نزل مذنب من السماء إلى الأرض وقام بكسر هذه اللعبة، ماذا أفعل؟ لحظة، نزل مذنب بالأرض. انت الحين لا انت الحين انت من السماء نزل مذنب، انت الحين يا حصه قاعده تثبتين لي ان يعني اللعبه ما انكسرت بدون قصد. لا، بقصد. ها سمعت، بقصد المذنب. بقصد المذنب. يعني يا حصه، يعني عبد الرحمن، يصير مثلا ندور الاعذار على الاخطاء اللي نسويها حتى لو كانت بدون قصد، يصير ندور الاعذار ولا لازم نعترف بالخطا؟ لازم نعترف. شنو عبد الرحمن؟ لازم نعترف. لازم نعترف بالخطأ. صحيح. بعدين شوف، تعرفين حجم المذنب أو النيزك شلون يا حصة؟ كبير. كسر اللعبة يعني أكيد سيكونوا. كسر اللعبة. هكذا مثل الحجر. لا لا، أنت الحين يا حصة بديتي تروحين لجانب ثاني. لا لا. أنت يعني ما تبين تعترفين بالخطأ وإنك قاعدة تحطين الأخطاء والأعذار على أشياء ثانية. أنا أخبرتك، أعترف بهذا الكلام، أنا قلت لك. قمت بكسرها بدون قصد. إذا خلنا نسمع شيء من عبد الرحمن. عبد الرحمن شنو حاب تسمعنا؟ قرآن. يلا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول الفصل، وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا، فأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم، جزاك الله خير يا عبد الرحمن. ويلا عندنا لك 4 ألعاب، حصة شنو ألعابنا؟ هيا، اللعبة الأولى ما هو؟ واللعبة الثانية الحروف، والثالثة رتب الجملة، والأخيرة أين؟ أي لعبة تختار يا عبد الرحمن؟
يعني حاول تختار لعبة ما لعبتها من قبل. صحيح. أين؟ أين؟ حلو. أين حقا؟ انزين، أين الحين يا عبد الرحمن؟ راح تطلع لك صورة على الشاشة، تشوف التلفزيون الحين؟ نعم. حلو، بتطلع لك صورة الحين على الشاشة، نبيك تقول لنا هذا المكان وين موجود؟ في أي دولة؟ انزين؟ انزين. كلمة السر يا عبد الرحمن؟ ساعة مرح. لا لا، نريد الحماس. ساعة مرح. بعد مرة؟ ساعة مرح. يلا نشوف مع بعض. عندك هذه الصورة يا عبد الرحمن. يا سلام، قل لنا وين موجود هالمكان. هيا يا عبد الرحمن. برج إيفل. برج إيفل. وين صحيح. موجود برج إيفل؟ أي دولة؟ بالثمامة. فرنسا. أي ثمامة يا حصة؟ هذاك ملعب، في ملعب في الثمامة، ملعب الثمامة، ملعب القحفية، مو برج إيفل. أين أبدا قلت يا عبد الرحمن؟ أين؟ فرنسا. فرنسا، برج إيفل في فرنسا، تحديدا في باريس. إجابته شنو يا حصة؟ أكيد صحيحة. إجابة صحيحة، شكرا أحسن. لك يا عبد الرحمن صديق البرنامج على اتصالك ومشاركتك معنا. أصدقائنا نطلع هذا الفاصل وبعدها نكمل ونشوف حل مع موضوع حصة. حياكم الله ويانا أصدقائنا، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل وأكيد متواصلين معاكم ونبي نشوف حل حق موضوع حصة. بس قبل موضوع حصة نذكركم نحن معاكم في ساعة مرح، راح نكون إن شاء الله كل أسبوع يوم الجمعة والسبت من الساعة 4 لين الساعة 5، وتتصلون علينا حصة على أي رقم يتصلون؟ على رقم 44-333-4444. تتصلون وتشاركون معنا وأكيد إحنا راح يعني نستمتع باستقبال اتصالاتكم. بس يعني اليوم لازم نشوف حل حق موضوع حصة. حصة؟ نعم يا عبد الله. ذكري أصدقائنا شنو سويت أنت؟ يعني أنا أخذت لعبة من سهام. حلو. قبل يومين. حلو. لا لا لحظة لحظة، مو قبل يومين. ماذا؟ قبل 4 أيام يمكن. نسيت. عشان نسيت. بعد حتى نسيت الأيام. يلا نسيت. يلا يومين. وقمت بعد يومين. يلا. ويجب أن أقوم بإرجاع هذه اللعبة لسهام، لأن سهام تحبها جدا، ولكن وضعت هذه اللعبة هنا. وقام عبد الله بالمشي وقام بكسر اللعبة. لحظة الحين بديت. عبد الله أريد أن أقوم بتبرير الموقف لكي سهام لا تزعل لأنها تحضر الحلقة. لا ما تبرير الموقف وتقطين الموضوع علي. لا لا، أنت كبير وما شاء الله وتستطيع أن تتحمل هذا الموقف. لحظة أنا باخذ الاتصال بشوف شو السالفة الحين، برجع لك يا حصة. حسنا. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. منو معاي؟ محمد. أهلا يا محمد. محمد كم عمرك؟ 10. العمر كله إن شاء الله. محمد شنو حاب تصير يوم تكبر؟ شرطي. شرطي، ليش تبي تصير شرطي يا محمد؟ عشان احافظ على بلدي. حافظ على بلدك، تحمي الوطن، يا سلام عليك. انزين محمد، قل لنا تروح المدرسة؟ ايوه. شو اسم صديقك؟ اقرب صديق لك شو اسمه؟ فيصل. فيصل، حلو. انزين تأخذ. اسم جميل فيصل، يا سلام. أي اسم حلو. زين تأخذ أحياناً شيء من فيصل، يعني تطلب منه شيء تقول له برجع لك، أو فيصل يطلب منك شيء وتعطيه؟ إيه. عادي صح؟ عادي. زين شنو 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 خذيت من فيصل؟ خلنا نعرف شنو خذيت من فيصل. يعني مرة من المرات قلت له أبي منك هالشيء، شنو؟ أعطاني قلم. إيه. وإذا رجع لي بكرة. حلو. قلم طيب. أعطاك قلم وقال لك رجع لي بكرة صح؟ ايوه. انزين. وجاءت اختك الصغيره يا محمد وقامت بكسر هذا القلم، ماذا تفعل؟ بابا اشتري قلم ثاني واروح اعطيه. حلو. زين يا محمد خلني اقول لك الموضوع اللي صار عندنا وابيك تحكم يا محمد. زين انزين. يعني اي لازم محمد لازم يحكم، لان محمد صراحه اشوفه متفهم الموضوع. محمد يعني حصه خذت لعبه من صديقتها سهام، قالت يا عبد الله خليني انا احكي ارجوك. يعني انا اخبر القصه.
زين يلا يلا. حسنا يا محمد، قمت بأخذ لعبة من صديقتي سهام وهي تحبها جدا، واتفقنا بعد يومين أقوم بإرجاعها لها، ولكن وضعتها في هذا المكان، وجاء عبد الله من غرفته إلى الصالة وقام بكسر هذه اللعبة. ماذا تفعل؟ كان يلعب جمباز، كان يقفز عبد الله بها هكذا. واحد، أنا سمعت أن أنت كسرت اللعبة. أنا سأعود بعد قليل. محمد تعالي تعالي تعالي، وين سأعود بعد قليل؟ ماذا؟ محمد أنت كنت موجود من بداية الحلقة صح؟ صح. وشفت الاتصال، سهام اتصلت عليها وهي ما تبي ترد عليها صح؟ صح. يعني منو الغلطان الحين؟ حصة صح؟ أنا أعرف ذلك، ولكن أنا لا يعني أنا لا أحب الكذب ولا أحب تفاقم المشكلة، ولكن لا أريد سهام أن تزعل مني يا عبد الله، يجب أن أعطيها سبب. إيه بس أنت الحين قاعدة تكذبين يا حصة. لا لا، وقاعدة يعني تغيرين الموقف. أنت المفروض أن تكونين صريحة معاها، والمفروض أن تقولين لها الصدق. قبل شوي تقولين مذنب، والحين تقولين أنا مشيت وكنت أسوي جمباز وكسرت اللعبة. حصة ما يصير تقطين أخطائك على ناس غيرك. خلنا نسمع محمد، يعني محمد يمكن عنده حل. محمد انصح حصة يعني على الأشياء اللي قاعدة تسويها. مفروض هذه أمانة، لازم ما أكسر، أحافظ على الهدية على اللعبة وبعدين أرجع لها. طب يعني إذا تكسرت وهي يعني وأنت غير تقصد، ماذا تفعل؟ بدون قصد، يعني مثلا انكسرت اللعبة بدون قصد، شو تسوي محمد؟ يا أني أروح أشتري لعبة ثانية وأعطيها، يا أتكلم معاها وأقول لها أن اللعبة تكسرت بدون قصد. حلو، هذا أفضل حل، أليس كذلك؟ إيه بس يعني يصير مثلا إذا رفيجك فيصل يتصل لك أنت ما ترد عليه، ولا لازم ترد؟ لازم أرد. سمعتي يا حصة؟ يا عبد الله أنت يجد لا دائما تحب أن تحرجني يا عبد الله. أنا ما أحرجك يا حصة، إحنا قاعدين نقول الشيء الصح على أساس أن أصدقائنا الحين اللي يشوفونا إذا كانوا في نفس هالموقف يعرفون شنو يسوون. حسن صح ولا لا؟ حسنا محمد ماذا يريد أن يسمعنا؟ يلا محمد شنو حاب تسمعنا؟ قرآن. يلا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين، ها وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالتين، أليس الله بأحكم الحاكمين. جزاك الله خير. أحسنت. يا محمد ما شاء الله قراءة جميلة وتجويد وهدوء. صحيح حصة؟ صحيح أحسنت يا محمد. يلا الحين محمد راح نعطيك عجلة الحظ ونشوف العجلة شنو بتختار لك، والعجلة بيني وبينك يا حصة. يا سلام، هيا يلا هيا عجلة تحركي لنرى ماذا ستختار لك. ترادف تضاد. ترادف وتضاد، تعرف شنو معنى ترادف ومعنى تضاد يا محمد؟ نعم. شنو معنى مرادف؟ مرادف الكلمة. اي المرادف شنو يعني؟ معنى الكلمة. صح، كلمة يعني بنفس المعنى. صحيح. ومعنى مثلا مضاد؟ عكس الكلمة. عكس الكلمة. قبل السؤال، شنو مضاد الأمانة؟ تعرف؟ الله. ما هذا السؤال الغير موجود؟ قاعد أسأله بس شنو مضاد الأمانة؟ بشكل مفاجئ. عكس لقد قمت بإحراجي يا عبد الله. ما أقصدك يا حصة، أنا بس قاعد أسأل. بلا بلا. أنت تحسين إن أنا قاعد أقصدك؟ حلو. دائما. حلو، يعني دائما أنت حسيتي يعني تدري إن أنت سويتي شيء غلط اليوم. خلاص خلينا نشوف السؤال مع بعض. يلا عطنا كلمة السر يا محمد. ساعة مرح. يا سلام. يلا نشوف. ما هو ضد كلمة خمدت؟ ضد خمدت. يعني عندما النار ثم تش. يعني مثلا الحين أخمد النار التي بيني وبينك يا عبد الله. ما في نار يا حصة، الله يهديك، ما في نار بيني وبينك. أرجوك. ها خمدت يعني هدت، عكس يعني مثلا النار يوم تهدى، إذا مثلا زدت حطيت بترول مثلا أو حطيت شيء، شو يصير في النار؟ طفت. لا تشتعل. تشتعل. يا سلام عليك، رائع. عكس خمدت
اشتعلت. يعطيك العافية يا محمد، وشكرا لك على حلولك، والله يعطيك العافية ويحفظ لك فيصل ويحفظك حق فيصل، وتكونون ربع إن شاء الله لين ما تكبرون. قولي إن شاء الله يا حصان. إن شاء الله. إن شاء الله يعطيك العافية. وأنا وسهام أيضا. إن شاء الله. قولي لي إجابته شنو يا حصان؟ أكيد صحيحة. صراحة يا حصة أنت راح تكونين صديقة للسهام لين ما تكبرين، ولكن إذا ما سويتي أشياء تخلي مثلا السهام خلاص تبتعد عنك. لا لا أنا أحبها ولا أريد أن تزعل مني. ماذا أفعل؟ إنزين يا حصة، أنني يجب أن أقوم بالاتصال بها، ليس كذلك؟ إنزين شنو؟ أن أقوم بالاتصال بها. أي بس بعد الحلقة يا حصة. زين الحين قاعدة تشوفك أصلا، بس يعني أنا بنصحك بطريقة ثانية، إيش رأيك نشوف أكلة اليوم يا حصة؟ يا سلام حقاً؟ إي أكيد. هيا يا عبد الله أشعر بالجوع. يلا نشوف مع بعض أكلة اليوم ونرجع بعدها. مرحبا أصدقائي، معاكم الشيف علي. إذا كنت جعان بالليل بدك أكلة مشبعة وسهلة وصحية، إليكم الحل. سلطة تونة سهلة ومشبعة وصحية. جاهزين؟ يلا نبلش. بالنسبة للمكونات راح تحتاجوا ليمون، طماطم، فلفل حلو أخضر، بصل، فلفل حلو أحمر، هلبينو إذا بدكم، وخيار، وتونة، وزيتون، وذرة، وزيت زيتون، وملح، وفلفل، وخس. أول إشي بتحتاجوا إنكم تحطوا كل الخضرة بالجار، بس التونة آخر إشي. تحطوا البندورة، ذرة، زيتون، فلفل أخضر، فلفل حلو أخضر، بصل، فليفلة حمرة، خيار، خس، وهلبينو إذا بدكم، وبعدين حطوا التونة. بعد ما تحطوا كل إشي تخلطوهم. هسا تخلطوا كل المكونات اللي حطيتوها، بعدين تحطوها على جنب. تتبيلة حتكون ليمون، زيت زيتون، ملح، وفلفل أسود. تحطوا الليمون، بعدين تحطوا رشة ملح ورشة فلفل وكمان ليمون، بعدين تحطوا شوية زيت زيتون. بعد ما عملنا التتبيلة نشيل بذور الليمون نحطها على جنب. تجيب الجاط، بعدين تحط التتبيلة فوقها، هسا بعد ما تخلطوه تحطوه بالصحن التقديم، وهيك صار طبقنا جاهز. لا تنسوا تجربوها مع أصحابكم وادعوا لي، وبالعافية وصحة وهنا. عبد الله. نعم يا حصة. جتني فكرة رائعة. شنو؟ سأقوم بتحضير هذه السلطة وأذهب بها إلى سهام، ما رأيك؟ وأقول لها أعتذر، أنا لم أقصد أنني قمت بكسر لعبتك يا سهام. أرجوك يا سهام أن تتفهمي موقفي، أرجوك. لقد أحضرت لك هذا الصحن السلطة لكي تكون المحبة دائمة بيني وبينك، وأنت وقد قامت هزة أرضية مفاجئة ووقعت اللعبة على الأرض وانكسرت. أنت يا حصة، ماذا؟ يعني كنت ماشية شوي صح؟ كنتي ماشية صح يعني، يوم وصلتي للهزة الأرضية خربتي كل شيء. أنا أريد سبب لماذا انكسرت اللعبة. إهمال، إهمال منك يا حصة. أنا لست مؤمنة يا اللعبة. اعترفي يا حصة. لا ما يصير، ما يصير يا حصة. أنت الحين يعني بعدين حد تودين سلطة هدية، ما يصير يا حصة. سلطة مالها؟ حلوة. تحب التونة؟ حلوة. ذلك. حلوة. أريد الاتصال بعلي وأقول لها أن يعطيني المقادير كاملة مرة أخرى. حلو، صديقنا علي يعطيه العافية وما قصر على هذه السلطة الجميلة جدا. وأكيد يا حصة دائما احنا نقول الاعتراف، إذا واحد اعترف بالخطأ يعني هذا حل نص المشكلة. إن احنا نعترف بالخطأ هاي خلاص احنا حلينا نص المشكلة، وخلق حميد بعد إن احنا نعترف بالخطأ، والاعتراف بالحق فضيلة. فلازم يعني احنا إذا سوينا شيء غلط، كسرنا لعبة،
تجاهلنا شيء، ما سوينا شيء معين، نروح نعترف يا حصة. يعني مش تقولين هزة أرضية. أنا لدي سؤال لك. افرض أنا ذهبت إلى سهام وقلت لها قمت بكسر لعبتك دون قصد. ماذا ستكون؟ افرض يعني إنها زعلت أو غضبت. يعني يا حصة. وقامت بالهجوم علي. صراحة. ماذا أفعل؟ من حقها؟ من حقها يا حصة أنها تزعل وتتضايق وتعصب عليك؟ وأنا لا أريد هذا يا عبد الله. بس يا حصة هي مردها راح يعني تدري إن أنت ما كسرت اللعبة متعمدة، كسرت اللعبة بدون قصد، فأكيد راح تسامحك. بس إن أنت مثلاً تقولين لها عبد الله أخوي كسر اللعبة، كان يسوي جمباز نيزك هزة أرضية، هي بتقول مذنب. إن أنت مذنب. ها هي انت الحين همك الموقف مذنب. انت همك الحين مذنب او نيزك، ما همك شنو الشيء اللي سويتيه يا حصه؟ يعني ما الفرق يا عبد الله؟ يجب ان يوجد سبب. والله صراحه السبب موجود والموضوع موجود. خلينا نشوف اصدقائنا بعد شنو بيقولون لنا. عندك الاتصال يا حصه، يلا. هيا. الو، اهلا محمد. الو الو، اهلا اهلا ساره. نعم. كيف الحال؟ الحمد لله. أوه، لحظة يا حصة. لحظة، هاي سارة صديقتنا أتوقع. سارة، شو اسمك سارة الكامل؟ سارة الكيلاني. صديقتنا يا حصة. كيف حالك يا سارة؟ الحمد لله. يا سلام، أخبريني، ذكريني كم عمرك؟ ست سنوات والأحد عيد ميلادي. يا سلام، كل عام وانت بخير. غني لها يا حصة، يلا غني لها. هابي بيرثدي تو يو. يا سلام. هابي بيرثدي تو يو. هابي بيرثدي تو سارة. هابي بيرثدي تو يو. يا سلام، كل عام وانت بخير يا سارة. كل عام وانت بخير. بس يعني صراحة يا حصة، انت بخير سارة، انت صديقة البرنامج المميزة صح؟ صح. ليش ما جيتي لنا معرض الكتاب يا سارة؟ صحيح، كنت مريضة. ما تشوفين شر، ما تشوفين شر. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على سلامتك. خلاص المرة الجاية إذا طلعنا يا حصة رحنا معرض ورحنا مهرجان، لازم تجي لنا يا سارة عشان نلعب معاك ونلعبك ألعابنا مع بعض. إن شاء الله. إن شاء الله. تبين أنا أقول لها موضوعك ولا أنت بتقولين لها؟ أنا صديقتي سارة. يلا قولي لها. هيا يا سارة استمعي إلى قصتي. أخذت لعبة من سهام واتفقنا لمدة يومين فقط وأقوم بإرجاعها، حسناً؟ حسناً. ثم وضعت اللعبة هنا وذهبت. عندما رجعت كانت حدثت هزة أرضية وقامت بكسر هذه اللعبة، ماذا أفعل؟ حصة قوليها، قولي لها الصدق يا حصة. عبد الله أرجوك. بعد اللحظة سارة، شفت يعني أريد أن أخفف الصدمة فقط لا غير. سارة أنت شفتي الحلقة من البداية؟ نعم. شفتي حصة شنو كانت تسوي يوم سهام كانت تتصل عليها؟ نعم. شنو كانت تسوي؟ اتصلت. كانت تتهرب حصة صح؟ ما تبي ترد؟ نعم. زين. يعني الهاتف معلق لا أستطيع الرد. حاولت أن أكبس الاتصال. لا أنت تبين تكبسين عشان تسكرين، ما تبين تكبسين عشان تردين عليها. زين سارة شنو المفروض تسوي حصة الحين؟ تتصل عليها. انزين وتعتذر. انزين تعتذر وتقول لها ان هي كسرت اللعبه بدون قصد صح؟ صح. او انها تقول لها مثلا هزه ارضيه، يصير تقول لها هزه ارضيه؟ لا. طب ما هي خياراتك يا ساره؟ زلزال، اخذ قام بكسرها، نسيتيها، دعستي عليها، ما هي خياراتك؟ ماذا تقولين؟ كسرت بدون قصد. ما بدون قصد الحقيقة يا حصة، قولي الصدق. ليش يعني تدورين لك اعذار؟ لا اريد ان تغضب، انت لا تعرف سهام عندما تغضب. يا حصة الصدق دائما مثل ما نقول الصدق منجا، احنا اذا كنا صادقين مع الناس اكيد يا حصة هم راح يقدروننا وراح يعني يسامحونا. اذا احنا كذبنا او احنا دورنا اشياء ثانية نقولها مردهم هم يا حصة راح يعرفون الصدق، وبعدين يمكن ترى يزعلون زعل كبير. زعل؟ فأنت تقولينها من الحين أفضل. فقال فكري في الموضوع يا حصة. خلنا نسمع احنا شيء من سارة. سارة شنو حابة تسمعينا؟
القرآن. يلا تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. جزاك الله خير. ما شاء الله، يا أحسنت سارة. يا سارة يلا يا سارة نعطيك عجلة الحظ ونشوف العجلة أي لعبة بتختار لك. يلا العجلة بيني وبين حصة، هيا فنشوف مع بعض شنو اللعبة اللي بتطلع حق سارة. هيا تحركي لنرى ماذا ستختار. رتب الأحرف. الأحرف الحين يا سارة راح نعطيك حروف أو كلمة مش مرتبة حروفها، ترتبين الحروف عشان تطلع كلمة صحيحة. جاهزة؟ جاهزة. يلا كلمة السر. ساعة مرة. يا سلام يا سارة. هيا. يلا. يا شين طاء راء سهلة. رطشي. لا لا لحظة خليها تفكر. يشطر. خليها تفكر. فكري طرشية. يا سارة لا تخلين الحصة تضيعك. طرشي طرشي. شرطي. يا سلام يا سارة. يا سلام شرطي شرطي أكيد. إجابة شنو يا حصة؟ أكيد صحيحة. إجابة صحيحة. شكرا يا لك يا سارة على اتصالك، وأنا صراحة يعني أحس أن الأمور اللي قاعد تقولها حصة يعني الأعذار خلاص بدأت تخلص. مذنب، ها مو بنيزك، مذنب، هزة أرضية، عبد الله كان يلعب جمباز، نسيت، يعني خلاص بدأت الأعذار تخلص. خلنا نطلع هذا الفاصل، وبعد الفاصل نشوف حصة عندها بعد أعذار ولا خلاص راح تعترف أنها هي كانت غلط. لا لا حضروا لي أعذار. يلا حضروا لي. حياكم الله ويانا أصدقائنا، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل ومتواصلين في ساعة مرح كل جمعة وسبت من الساعة 4 إلى الساعة 5. تتصلون علينا دائما على الرقم 44-333-444. فكرت يا حصة ولا للحين؟ أفكر بماذا؟ تفكرين يعني متى راح تتصلين على سهام تعترفين لها؟ إن شاء الله يا عبد الله إن شاء الله بعد الحلقة، ولكن يعني أنا الآن أفكر ب يعني نفذت لدي جميع الأعذار، أريد عذرا جديدا يا عبد الله. أنا صراحة ما أقدر أساعدك في هالموضوع. لا لا دعنا نرى معها ماذا ستقول لي. يلا خنشوف. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا أهلا، منو معاي؟ مها. أهلا يا مها، كم عمرك؟ ستة. ستة، شو راح تصيرين يوم تكبرين يا مها؟ عالمة. الحين عالمة ولا دكتورة؟ مترددة بين الاثنين؟ ها؟ ايه مترددة. زين دكتورة شنو؟ ماذا؟ دكتورة أبطال. دكتورة أطفال. وأنا أيضا. لماذا لماذا يا مها أخبريني؟ لحظة حصة، هي تبي تصير عالمة بعد، خلينا نشوف عالمة في أي مجال. حسنا عالمة في شنو؟ أي مجال؟ عالمة. ها؟ عالمة روبوتات. يا سلام. تريد تصنيع يعني روبوت أليس كذلك؟ إيه. رجل آلي. زين مها تقدرين تصنعين روبوت دائما يطلع أعذار؟ يعني إذا أنت كسرتي لعبة أو شيء الروبوت هاي يعطيك أعذار كل شوي. ما هذا يا عبد الله؟ ما هذا الكلام يا عبد الله؟ قاعد أسأل بس يا حصة. يعني ما هذا السؤال غريب السؤال أليس كذلك يا مها؟ نعم. رأيت حسنا يا مها. لديك صديقة مقربة لك؟ نعم. تحبينها كثيرا أليس كذلك؟ نعم. حسنا أخذت، ما اسمها؟ سارة. سارة. حسنا أخذت هذه اللعبة من سارة. حسنا؟ حسنا. وقمت بكسرها، يعني جاء مثلا هزة أرضية وكسرت هذه اللعبة، ماذا تفعلين؟ أخبرها بالحقيقة. يا بالحقيقة بهزة الأرضية أليس كذلك؟ أي هزة أرضية؟ لا تقول لها الصدق صح ولا لا يا مها؟ تقولين لها كسرت اللعبة بالغلط صح ولا لا؟
نعم. أما حصات دور أعذار دائما. يعني أنت يا مها لا تخافين على شعوري صديقتك سارة، أو تخافين إنها تزعل؟ إيه نعم. نعم. إيه تخاف على شعور. إذن تريدين عذرا. إذا تريدين عذرا لكي لا تزعل منك. لا. لا. سمعتي؟ يعني هي تخاف على مشاعرها، بس بعد لازم تقول لها الصدق، صح يا مها؟ يعني تعرف منك الحين، ولا أن تعرف بعدين أن أنت مثلاً كسرتي اللعبة وما قلتي لها، صح؟ يا سلام، يلا مها، شنو حابة تسمعينا؟ صورة الكوثر. يلا، تفضلي. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك. فصلي ربك وانحر ان شانك هو الابتر. صدق الله العظيم، يعطيك العافيه. يلا يا مها راح نعطيك 4 العاب وانت تختارين اللعبه اللي تبينها. شنو العابنا يا حصه؟ اللعبه الاولى ما هو، والثانيه الحروف، والثالثه رتب الجمله، والاخيره اين. ماذا تختارين؟ هيا هيا رتب الجمله. رتب الجمله ولا حروف؟ رتب الحروف هاي لعبتين. زين نعطيها حروف. يلا الحروف. يلا خلينا نشوف الحروف. الحين راح نعطيك حرف ونطلب منك اسم بلد وبنت وجماد وحيوان. جاهزة؟ جاهزة. كلمة السر يا مها. ساعة مرح. يلا نشوف مع بعض الحرف اللي بيطلع لك بشكل عشوائي. حرف الجيم. جيم. يلا يا مها، ولد بحرف الجيم. هيا. سهل. جمل. اوكي، جمل حيوان. يلا جمل حيوان، احسنتي. ولد. اسم ولد. جمال. جاسم. جابر. جمال. 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 يلا أحسنتي. جمال. بنت. جميلة. جمانة. جميلة. جميلة. جمال. جماد. جبل. 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 حلو. جمال وجميلة وجبل وجمل، يعطيك العافية. شنو إجابتها يا حصة؟ أكيد صحيحة. يلا شكرا المها، وخلنا ناخذ اتصالنا الثاني بسرعة يا حصة. هيا. نقول ألو، السلام عليكم. ألو 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 ألو. أهلا وسهلا، منو معاي؟ ريم. ريم كم عمرك؟ 11. ما شاء الله العمر كله. شنو حابة تصيرين يوم تكبرين يا ريم؟ مدرسة. شنو؟ مدرسة رياضيات. يا سلام، رائع. زين ريم، الحين عندي السؤال، اذا مثلا انت عندك صديقة في المدرسة، صح؟ ايه. مثلا خدتي منها لعبة وقلتي لها برجع لك هاللعبة في يومين، وانكسرت اللعبة بدون قصد، شنو تسوين؟ تروحين تقولين لها انك كسرتي اللعبة بدون قصد، ولا تجيبين اعذار وتقولين مو بانا وما تردين على اتصالاتها؟ نفس حصة. بقول لها اني بشتري لها. حلو، يعني بتروحين تقولين لها انك كسرتي اللعبة بدون قصد، وانه بتاخذين لها لعبة ثانية، صح؟ ايه. يا سلام، سمعتي يا حصة؟ سمعت طبعا. زين ريم، شنو حابة تسمعين يا ريم؟ القرآن. يلا تفضلي. هيا تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن مصر يوم يكون اليوم. لحظة ريم، ما يصير احنا بنقرأ القرآن ما يصير نضحك، لازم نقرأ بهدوء وخشوع وشوي، صح ولا لا؟ هاي كلام الله، صح يا ريم؟ صح. يلا مرة ثانية. مرة أخرى. شوي بهدوء. يلا تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. والقارعة ما القارعة يوم يكون وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المنفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه عيشة في
من شكل قاضية. وأما من خفت وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. جزاك الله خير يا ريم، صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بس يا ريم بطلب منك طلب، بنتظرك الحلقة الجاية بكرة أو الأسبوع الجاي تتصلين علينا وتسمعيننا إياها وانتي حفظتها عدل، زين؟ هذا واجب منزلي حسنا. يلا هاي واجب منا احنا بساعة ما راح لك يا ريم، الحين يا ريم راح نعطيك عجلة الحظ، يلا يا حصة عندك. هيا إلى عجلة الحظ تحركي لنرى ماذا ستختار لك يا ريم. اجمع الصورة. يا سلام، هل تجلسين أمام التلفاز؟ نعم. يلا الحين راح تطلع الصورة وأنا أبيك توصلين لنا الحروف بالأرقام، جاهزة؟ جاهزة. يلا نشوف هيا. مع بعض شنو؟ إي كلمة السر، أعطينا كلمة السر يا ريم. قولي ساعة ما راح بصوت عالي. ساعة مرح. يلا نشوف مع بعض الصورة اللي بتطلع. يلا يا ريم وصلي لنا الحروف بالأرقام. ألف. هيا هيا. ألف. أربعة. 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 حلو. اثنين. باء. اثنين. اثنين مع شو؟ جيم واحد. جيم واحد. حلو. باء. باء اثنين. باء اثنين. رائع. ودال. دال ثلاثة. شو اللي في الصورة يا ريم؟ حصان. حصان. يا سلام عليك، يعطيك العافية. وأكيد يا حصة إجابتها شنو؟ أكيد صحيحة. شكرا لك يا ريم. وحصان يعني لسانك، حصانك إن صنته صانك، صح ولا لا؟ لحظة لحظة لحظة. وإن خنته خانك يا حصة. لحظة لحظة يا عبد الله لحظة. أين الكاميرا؟ الكاميرا هذه هناك. شوفي هناك. يلا. لا لا أريد أنا لوحدي. بروحك ما تبيني معاك؟ لا يلا. لا انتظر انتظر قليلا. يلا. شكرا لك. حسنا أيها الجمهور الكريم، أيها المشاهدين وأصدقائي. شو قاعد تسوين؟ لحظة يا عبد الله. أوكي يلا يلا يلا. هذه رسالة موجهة إلى صديقتي سهام. لقد أخذت منك اللعبة التي تحبينها، أعرف ذلك، ولكن بصراحة يا سهام قمت بكسرها بدون قصد، أقسم بدون قصد، وأنا أعتذر شديد الاعتذار لك، وسأقوم وأنا مستعدة لكي أشتري لك واحدة مثلها، وأرجوك أن لا تزعلي مني يا سهام، أرجوك أرجوك. يا سلام يا سلام، نحط موسيقى حزينة بعد يا حصة بعد هاي؟ لما لا؟ ترارارا. زين طبعا حصة اعترفت بالخطأ واعتذرت حق صديقتها سهام، فاحنا دائما إذا أخطأنا في شيء معين لازم نعترف بالخطأ، وإذا أخذنا أمانة من أحد سواء كان فلوس سواء كانت لعبة سواء أي شيء لازم نرجع الأمانة لأصحابها مثل ما هي، وإذا انكسرت بدون قصد نعترف بالخطأ وناخذ لهم شيء ثاني. احنا وياكم أصدقائنا وصلنا لختام حلقة اليوم من ساعة مرح، ننتظركم بكرة في ساعة جديدة من المرح. إلى اللقاء ونراكم غدا. شوفكم بكرة ومع السلامة. سأحضر التونة وآتي يا سهام. اشتمين في التونة.